حد يعلمني. الأولى هي فوزية. ها؟ اهلا بنات، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بالف خير يا رب. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، واهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضمت بقناة جديد. راح فيكم كلياتكم، نورتوا قناتي والله من وين ما كنتوا عم تشوفوني او عم تتابعوني. بلشت اليوم كيف اولا بالشغل، في عندي كي انا شغلات بحاول دائما اعمل اول باول، ما بخلي تتراكم علي، مثل تمسيح الغبرة، مثل ضبطبط مثلا، اي شيء بحطه بمكانه، ما بخلي شيء معروض او محطوط لبرا. دائما بحاول انه خلي كل شيء له مكان، فمشان هيك بحب دائما يكون عندي خزن لحتى ما اخلي شيء معروض لبرا، مثل اغراض بنتي الشخصيه، الادويه، العده، كذا امور. بحب دائما تكون جوا مو برا، مو هيك مكشوفه لبرا قدام العين، بحبها دائما بالخزانه، هيك ارتب حس وانضف. فوالله هيك فقت عندي انا الكومودين اللي جنبي حاطه فيه اغراض بنتي الشخصيه، لانه هيك تخته كان في له دروج من تحت، بس رزق بالتخت عندي ما عاد اقدر افتحهم، فحطيته بالكومودين عندي، لانه اول ما في بدل فورا بغير له، بزبط له هيك اموره يعني. بعد ما خلصت هيك ضبطبة بالبيت وترتيب، بلشت بالطبخة. طبعا انا بفطر بنتي اول شيء، بعدين بخلص كل اموري هيك على مهل، بحب اشتغل هيك على السريع واتلبك وانعجق، وهذا بحب اشتغل على مهل، يعني جد باخذ راحتي بالشغل يعني، وخاصة انه انا اغلب وقتي بالبيت، فلما بخلص شغل وبقعد بحب ضل قاعدة كتير، يعني بقعد ساعة مل بزهق، عرفتوا؟ مع انه انا ما بقعد ساعة حرفيا، لانه عندي بنتي ما شاء الله الله يحميها يا رب، وما بقعد ساعة، ما بحس انه بدي اقوم اعمل كذا، اقوم اشرب، اقوم اعمل شي اشرب، اقوم اعمل شي اكل، اقوم اعمل شي لبنتي، فمل يعني. فبقول انه بشتغل هيك على مهلي، على الهادي، على الرايق، حتى بيكون الشغل انظف وارتب، وما كتير يضل عندي وقت فراغ كتير بشع يعني، يعني هذا الفراغ اللي ما بحبه أنا. فبحاول هيك قدر الإمكان أنه أشتغل على مهلي، وصار عندي وقت فراغ يعني، رغم هيك بالليل يعني هيك عند المغرب صار عندي وقت فراغ كتير 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 كبير، خاصة أنه أنا زوجي بينصرف متأخر، يعني دوامه بينصرف فيه متأخر، فبحس نهار كتير 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 طويل، فهيك على مهلي بشتغل. بيوم صراحة كنت محتارة شو أطبخ، بس كان عبالي مفرك كتير، أنا الأكل بحبها، بحس بتتاكل صيف شتا، بس بحبها بالشتا أكتر. فجبت بطاطا قشرتها وقطعتها وسلقتها، أنا ما بحب أقليها، في ناس بتقليها وبتطبخها، أنا بحب أسلقها أكتر، بس ما أسلقها كتير كتير، بسلقها نص سلقة تقريبا، لا بتقرط ولا مهروسة كتير، حتى لما أطبقها ما بتنهرس معي كتير. فمثل ما كم شايفين قطعتها وحطيت لها، اول شيء شوحتها شوي بالزيت، شوحتها يعني لحتى يصير في طبقة على البطاطا ما تنهرس معي وقت السلق، بعدين حطيت لها مي سخنة وتركتها على الغاز، وقلت بأثناء بعمل هدول تبعولات البطاطا والبصل، عندي فضيور اثنين، انا صراحة ما بجليهم كتير لانه هنين حديد بخاف يصدوا،
فبمسحهم، بس بين هيك فترة وفترة بدهم تنظيفة عميقة يعني. فشفت ان فضيوا الاثنين، قلت خليني انضفهم منيح، رشفهم كتير منيح من المي ورجعهم لمكانه، بما انه فضيوا الاثنين سوا. وانا بحط بقلب هذا محارم مشان ما كتير يتوسع عندي. شفت البطاطا بيجي فيها تراب يعني، ف قد ما شو اسمه قد ما قللته من التراب بيضل فيه هيك يعني. فبحط محارم لعلبة البصل والثوم وعلبة البطاطا، لأنه البصل والبطاطا والثوم كمان هيك بيضل قشور الثوم قد من كان يعني، فالمحارم ما بيخليهم يتوسخوا كتير عندي يعني. بس بدي نضفهم، بشيل المحرم وبمسعهم بيصيروا نظيفين ما فيهم أي شيء. هلأ هون بعد ما سلقت البطاطا عندي، مو سلقة كاملة قلت لكم حتى ما تتخبص، جبت ثوم، حطيت بعد ما صفيت البطاطا بالمصفاية من المي، جبت زيت، حطيت شوية زيت زيتون، ثوم كمان شوحتهم للثوم بالزيت. بعدين حطيت بيض، تقريبا 5 بيضات حطيتهم، تقلل البيض معي، حطيت ملح، وبعدين حطيت البطاطا. أنا بحب بحط بالعادة كزبرة، بس الكزبرة اللي عندي صايرة بودرة، فبتعطي طعم كتير سيئة وبيك بتسود البطاطا عندي، لكن مع الكزبرة بتطلع كتير طيبة. وبس هيك الأكلة بتكون جاهزة كتير طيبة. ما عملت سلطة جنبها لأنه نحنا ما بس أنا وجوزي، فالسلطة دائما عندي بتبيت أو بيزود وما بناكلها حرفيا. فخلص إنه حطيت خضرة وخيار بلبن ومخلل، والحمد لله على هالنعمة يعني. بعدين ما شلت الأكل، جيت كملت هون الشغل بالمطبخ، نشفت هدول كتير منيح لحتى احط فيهم البصل والثوم والبطاطا، بس كنت بوقتها ماني جايبة يعني، ما كان عندي متوفر الا ثوم. فمثل ما انكم شايفين حطيت المحرمة، قلت لكم لحتى احافظ على قلبي هيك نظيف على طول وما يصدي او شي. كان في عندي بس ثوم، حطيت الثوم قلت بس بجيب بصل وبطاطا احط بقلبهم. انا عاملة هاي البصل وبطاطا، والكبيرة عاملتها عفوا عاملة هاي البصل والثوم، والكبيرة عاملتها للبطاطا. وأكيد بعد الطبخ والأكل صار في جلي، جلي ما بيخلص. فورا أنا كمان بجلي أول بأول صراحة، ما بحب أبدا خليه ولا هيك ساعة زيادة إلا إذا كنت تعبانة أو ما إلي خلق، خلص ما بجبر حالي. بس بما أنه ما خلص ما عندي شي، فبقوم بجليهم فورا، مجرد ما شلتهم على السريع هيك أجليهم حطهم، وإذا كان عندي مجال كمان بنشفهم فورا وبحطهم بالخزن. هيك بحس أسهل لي وبيضل المطبخ نظيف ومرتب أكتر. هلا هونك بعد ما خلصت كل شي، خلصت كل أموري، عملت لحالي كابتشينو وعملت لبنتي، ما عملت اللب. أنا لما بيكون عندي ناس ويك بعمل لها، لما بيكون أوقات كمان بجيب لها حليب شوكولا، حليب فريز، حليب موز، هدول بحط لها يوم بالبراد على طول، مشان لما أشرب شي بحط لها هي كمان، لأنه لما أعمل شي لقلي بتحبيه كمان تشرب، فأنا مش ما أشرب أنا كافيه أو قهوة أو شي، فهي كمان بعملها وهيك بحط لها، بنقعد أنا وياها مثل الكبار ونتفلش. وبيومها كنا متوعدين أنا ورفيقتي نطلع، كانت عزمتني على قهوة فطلعنا، والله وانبسطنا كتير، كان يوم كتير كتير حلو. فصورت لكم هيك مقتطفات صغيرة. هيك مزيعة علي بس شعلت الأنداب شوي هيك يا هدول شو هدول لا راح معي لو الأولى هي فوزية ها الأولى هي فوزية ولعبنا الأولاد وأكلنا بوزة وشربنا قهوة، عن جد كان يوم بجنن، كتير انبسطنا. وهون بآخر الفيديو كانت عم تقول أولى هي فوزية، هي يوتيوبر سورية كمان بتصور روتينات، عن جد فيديوهاتها بتجنن، كتير كتير حلوين ونحب نتفرج لها أنا وهي. هيك إنسانة كتير بسيطة ومتواضعة وكتير هيك تصويرها حلو، فكتير كان يوم هيك حلو. هيك كانت أجواء المول، إحنا رحنا على المول كتير حلوة، وكان بيومها مطر وهوا وعواصف يعني،
كتير كتير كان برد، بس انبسطنا. وبعد ما رجعت قلت لأعمل هذا الماسك لشعري، من زمان ماني عملته. أنا حاكيت لكم عنه قبل مرة، هو عبارة عن زيت الخروع، بتضيفوا له أنتوا أي زيت تاني. أنا عندي هذا الزيت، فيه أكتر من نوع زيت، فبحط منه، بحط نقطتين زيت، عفوا مو زيت خروع، زيت إكليل الجبل. بعد ما حط منه هيك بحطه بسبراي فاضية، برش منه على شعري، بخليه تقريبا شي ساعة ونص، وبعدين بغسله لشعري. إذا بدكم تفاصيل أكتر أنا منزلة فيديو كامل عنه، شوفوه عندي موجود بالقناة، رح أحطلكم كمان الرابط تحت. ولهون بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد أنا بنزله. أكيد كمان ما تنسوا لي من اللايك والتعليقات الحلوة يلي مثلكم. شكرا كتير لحبكم وتعليقاتكم الحلوة ودعمكم، وبأمان الله، ضلوا بخير.